بارك الله ما شاء الله، الله يحفظك كاملين. السلام عليكم، كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ مزيانين ان شاء الله يا ربي تكونوا على خير وبخير. كي دايرين مع الصحيحه؟ اموركم هانيه. المهم غزالات ديالي هذا النهار لقيتوني غادي نمشي للقنيطره، اول مره غادي نمشي للقنيطره، غادي نمشي ان شاء الله، ما عرفتش واش غادي نمشي للصالون ديال الحاج ولا عند اسماء بيوتي. غالبا غادي نمشي، دايره في راسي غنمشي عند الحاج، غنمشي ان شاء الله ندير المانيكور ليدي ونشوف. عندنا واحد المناسبه ان شاء الله في الاخر ديال السيمانه وغادي نمشيو، وقلت علاش لا ما نديرش هكا يا مانيكور. صراحه عندي الضفار طوالوا ليا بزاف وبغيت ندير البيرمانو باش يصبر ليا واحد شويه، غير هو اللون باقي حيره واش ندير الابيض ولا ندير الغوج، حيتاش الابيض كيتوسخ من هنا ان شاء الله للسبت، كي هذا كيتوسخ، خاصني ندير جافيل باش يتمحى. وغالبا انا كيعجبني الابيض ولا الغوز بيبي، الغوج محاش نزعم عليه حيت بيرمانو غادي يبقى ليا في يدي كيجيني مقنط، كيعجبوني هكا يا لي كولور يكونوا دافئه كيعجبوني. المهم حنا يلاه دابا عند ماما غادي نمشيو للمرجان ناخذ شي حوايج خديناهم حتى هما غادي نبارطاجيهم معكم، ومن موراها غادي نشدو الطريق ان شاء الله للقنيطره. القنيطره صراحه كنت مشيت لها ولكن ما درتش فيها، غادي ندير حتى الصالون ما عارفاش فين جا، غندير غير اللوكاليزاسيون في مابس ونتبعوها ان شاء الله. صافي هذا الشيء اللي كاين، يلا البنات خليكم معايا وشنو ما درتو وشنو ما صورت غادي نبارطاجي معكم، ونقول لكم حتى سيرفيس كي داير ونقول لكم كل شيء كيف ما هو. يلا احنا وصلنا الالكترو بلانيت، ندخلوا ناخذوا داك الشيء اللي خاصنا وعاد غادي نرجعوا صافي نشدوا الطريق نيشان من هنا، غنديروا في الكفر ونكملوا، ما غاديش نمشيو حتى للدار. يلا المهم البنات احنا وصلنا دابا القنيطره، وعاد درت مابس باش نشوف الطريق ديال صالون الحاج، غنمشي ان شاء الله عند صالون الحاج، غير هو وصلنا معطلين دابا تقريبا 7 قلت ولوت، ما عرفت واش لقاوهم زعما يبغيو يصاوبوا ليا في هذه الساعه ولا ما يكفيش الوقت. المهم حنا مع تيسير مولانا وصلنا غنمشي نشوف، لقيتهم غنصاوب، ما لقيتهمش ترجع مره اخرى حيتاش تعطلنا بزاف الكترو بلانيت، ما ساليناش دغيا، هذاك الشيء علاش وصلنا معطلين دابا 7 قلت ولوت. المهم غادي نمشيو نشوف. ماشي غير روطار، ولقيت البيت مسكينه مسافره وخا هكاك داروا لي الخاطر وكيصيبوا لي، الله يسهل عليهم وشكرا لكم بزاف. ديديكاس لك حبيبه شنو سميتك؟ فاتحه. ديديكاس الفاتحه تصاوب لي واخا راها مسافره وشديتها معايا. المهم انا كنصاوب دابا من بعد نوريكم الريزولتا ان شاء الله. انا ساليت لديداتي شوفوا كي جاو كيحمقوا جاو فنين، صوبت هذا بيرمانون دابا غادي نصاوب البيديكور في رجيلاتي، شوفوا كي جاو الغزالات. خالتي امل عزيزه علينا كاملين هي ورانيا والحاج، الله يخليك الله يدير بحسابك، الله كاملين الله يخليهم ليها يا ربي. كيف قلت لكم جيت انا معطله وجيت منسله وما ردونيش، والله ما ردوني، قالت لي جيتي منسله غادي يصيبوا لك باش ما كان دابا راه 8 قلقسمين واخا هكاك داروا لي الخاطر على نهار كبير هذاك. السلام عليكم بعدا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، كنتمنى تدخلوا عند البنيته الغزاله تبارك الله عليها شجعوها. لا باقا تبارك الله صغيره، باقا تبارك الله، الله يحفظك ويحفظ لك الوالده ديالك ويحفظ لك مولا بارك راه سمعت بانك مجوجه عندك 9 سنين ولا اخر عندك 9 سنين تبارك الله ما شاء الله، الله يحفظهم لك كاملين والله
توصلوا ان شاء الله في اعلى المراتب اللي بغيتي ان شاء الله يا ربي. دخلوا عندها وتابوناو عندها. شكرا. واش غنقول لكم؟ شجعوها شجعوها تبارك الله. الله يخليك خالتي. مسيره ظريفه ظريفه. لين خالتي انا راني ضايخه. ظريف الله يعمر لهم الدار والحاجه مع الدخله مع كيستقبلوك في الباب سيرفيس توب. اول مره كنجي عجبني صراحه الحال ولصقت في راجلي قلت له والو غادي تديني الله يخليكم شكرا لك بزاف بزاف. شكرا على الريسبسيون ديالكم. شكرا على البنات اللي معاك كاملين سيرفيس توب. الله يخليك حبيبه ديالي. الله يسهل امرك. الله يسهل عليك. الله يسهل عليك. السلام عليكم. تهلاو ما تنساوش ليها لي لايك وتهلاو فيها. عجبني هذه الدرانيه. الله يخليكم. نحطكم حبيبه. يلا سلام. ويلي ويلي محروق. ويلي ويلي ما فيهم ما يتصور محروقين. كوكو غزالات لاباس عليكم. المهم انا رجعت للدار ما لقيتش كيفاش ندير نصور لكم تما حيتاش مالوغوزمون ديشارج ليا التليفون بقى ليا فيه 2% وغير انا كنحاول باش نصور ولا هكايا ندير فيديو والو ما بغاش يشد لي حيتاش ديشارج كاريمون. هداكشي علاش ما كملت لكمش التصوير تما. يلا دخلنا دابا للدار عاد رجعنا. الرجيلات خرجوا كيحمقوا راكم شفتوهم في الاول كيفاش كانوا محروقين ودابا خرجوا ليا على مزيناتهم. انا غادي نوريكم ثم البنات ما لقيتش كيفاش ندير نوريكم. مهم راكم شفتوا في الاول كيفاش كانوا محروقين وشفتوا كيفاش خرجوا حتى القديمات خرجوا حمرين صراحه. اش غادي نقول لكم عجبتني الريزولتا بزاف بزاف بزاف. كيف قلت لكم راكم شفتوا معايا في الاول كيفاش كانوا رجيلاتي كانوا محروقين بالشمس سورتو هاد الوقيته هادي ديال رمضان تاعنا الوقيته ديال الصيف. راكم كيف قلت لكم الوقيته دازت ديال الصيف مشيت للبحر بزاف مشيت للبيسين على وديت وليداتي واخا انا راني ما عندش راكم شفتوا معايا غير وليداتي ورجلي كنت كنلبس غير الصنداله ديال الصبع وتحرقوا لي ديال بصح وخرجوا لي من خاطري صافي ما بقيتش كنديها فيهم. ولكن قلت علاش لا ما مشيتش نتهلا فيهم ونحيد داك الكحوله والحمد لله عجبتني الخدمه ديالهم بزاف عجبني الاستقبال. شوفوا الوليدات كيفاش جاوا راه انا كيعجبوني هاد اللون هادو انا هاد لي كولوغ هادو اللي نيود كيعجبوني. كنت غادي ندير الابيض ولا غوز بيبي اللي مولفه كندير ديما. المشكل اللي كاين في البيرمانو الا درت البيض ولا الغوز بيبي كيتوسخوا. قالت لي خصك تبقاي تاكلي غير بالفرشيطه. حنا كناكلوا المرقه راكم عارفين يعني كيوليو مخزين كيدبغوا خاصك غير تسالي الماكله تنوض اوتوماتيكمون الجافيل واخا هكاك اليوم على غدا على غدا كي كيلاخرو كيبقاو دابغين كيقولوا لها كتولي لك هاد اليد اليمنيه مسخه. هذاك الشيء علاش والبيرمانو راكم عارفين تيبقى شهر. قلت لها ديري ليا شي لون يكون فاتح وما كيشدش فيه داك الصفوريه ديال الطياب ديالنا ديال الخرقوم. صافي دارت ليا هاد لي كولور هادو. كيف قلت لكم مع الدخله لقيت الحاج ولقيت مدام امال في الباب مرحبا بيك شنو بغيتي تصاوبي هذا. وكيف قلت لكم انايا مشيت مع الوقيته مشيت معطله بزاف يعني حتى للسبعه والسبعه تقريبا حيتاش مشينا قدينا واحد الغرض هو الاول كيف شفتوا معايا مشينا الالكترو بلانيت موراها مشينا دينا سانتوس حيد الغراز من موراها عاد مشيت للصالون يعني تعطلنا وما ديتش في يدي الوقت. ولكن واخا هكاك ما ردونيش نهائيا. قالت لي مرحبا ماشي مشكل جيتي مسلا ما ردوكش. صابوا لي بالخاطر يعني ماشي حيت مشيت معطله بقاو كيدربزوا لا صابوا لي بالخاطر عطوني وقت. مدام امل عطاتني وقت جلسات دارت معايا هكا داك الباراغراف داك المقطع اللي شفته صورات معايا الحاج حتى هو صراحه صدموني بالتواضع ديالهم. انا كنت كنتبعهم وعارفهم متواضعين ولكن ملي مشيت هكا شفت بعيني صدموني بالتواضع ديالهم طريقه التعامل كيفاش كيتعاملوا مع الكليان. تصدمت فيهم ديال بصح اللي مشى عندهم واللي قصدهم تيرحبوا به بواحد صدر رحب. زعما ما نقولكمش الناس ديال الخير تبارك الله صلى على النبي الناس الخير الناس اللي كبره في الخير كتكون في شكل تكون متواضعه كتكون كتبغي الناس في شكل صراحه. انا كيف قلت لكم تصدمت فيهم يعني مشيت كاول مره غادي نمشي صوبت الديدات صوبت الرجيلات ما كتزعمش سورتو كتشوف الناس في مقام والديك ما كتزعمش عليهم كتقول بلاصه الخدمه هذه سورتو بلاصه الخدمه يعني مشيت لقيتيهم في بلاصه برا ولا لا مشيتي لهم لبلاصه الرزق ديالهم بلاصه الخدمه. واحد اخر ما غيبغيش تمشي له بلاصه الخدمه وتقول له انصور معاك ولا اتصور معايا ولا ما غاديش يبغي. هاد الناس هادو بالعكس عطوني وقت كيف قلت لكم فوق القياس تعاملوا معايا مزيان وملي الضحكه في وجوههم مشات وجات وقالت لي مرحبا بكم ملي كانت غدا قالت لي بسلامه يعني واحد التعامل اقسم بالله الا بقيت بوشبي. كنقول لهم شكرا لكم الله يسهل عليكم والله يزيدكم من فضله ويزيدكم من خيره وان شاء الله تفرحوا بوليداتكم وتشوفوهم كي بغيتوا. ونتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم والناس اللي
ما عارفينش كيفاش داير الحاج ومدام امل راهم الناس من اطيب خلق الله. وهذه كنقولها وانا شفت بعيني يعني ماشي قال لي شي واحد ولا لا شفت بعيني. وهذا ما كانوا كنقول لهم شكرا بزاف كنقول لكم شكرا حتى نتوما ولله يخطيكم حتى الفيديو جديد ان شاء الله. بيزو لكم باي باي. والناس ديال القنيطره ولا حتى سلاسله راها قريبه والرباط قريبه القنيطره لكم بصالون ديال الحاج فريمون شي حاجه اللي توب. باي باي.